لا يزال فيروس كورونا يواصل الانتشار، عداد أرقام الإصابات لا يعرف التوقف. الحديث عن اللقاحات هو حديث الدول، والسؤال الذي تطرحه الشعوب: متى يتخلص العالم من كابوس كورونا، ومتى نتخلص من تلك الكمامات؟ للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الإنترنت من القاهرة الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية شرق المتوسط. أهلا بك معنا دكتور أحمد، ولنبدأ معك بالحديث عن اللقاحات ولقاح أسترازينيكا التي قررت بعض الدول تعليق التعامل به. في رأيك لماذا تم التعليق في هذه الدول، وهل هذا يعني ينبئ أن هناك مشكلة فنية تخص هذا اللقاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الله بالخير وشكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا سؤال وجيه، على حسب ما هو متداول كما تفضلت يعني في وسائل الإعلام المختلفة خلال الأيام والأسابيع الماضية حول لقاح أسترازينيكا وقيام بعض الدول الأوروبية وكذلك بعض دول العالم يعني من تعليق استخدام هذا اللقاح. أود القول أنه طبعا هذا الإجراء الذي قامت به يعني هذه الدول هو إجراء وقائي احترازي حتى تتمكن هذه الدول من مراجعة تفاصيل يعني هذه الحالات التي تم تسجيلها والتواصل مع الجهات المختصة في منظمة الصحة العالمية وكذلك في هيئة الدواء الأوروبية والتي هي تعنى بتأكيد مأمونية استخدام مختلف الأدوية واللقاحات والمواد الطبية على المواطن الأوروبي. وبالتالي هذا الإجراء الاحترازي وارد يعني في كل دول العالم، ولكن يمكن القول أنه بناء على يعني تصريحات هيئة الدواء الأوروبية أنه لا يوجد يعني مخاوف من استخدام هذا اللقاح، ويعني على حسب تصريح هذه الهيئة المعروفة الفوائد التي تجنيها الدول والشعوب والمجتمعات من استخدام هذا اللقاح تتفوق أو تفوق على مخاطره، وبالتالي المنظمة تسير على نفس الخط ونفس اللهج مع تأكيد ضمان مأمونية هذا اللقاح. المنظمة والجهة المختصة في المنظمة تجتمع بشكل مستمر، وخلال اليومين القادمين بإذن الله سنطلع على تقرير من المنظمة وكذلك من هيئة الاتحاد أو من منظمة الدواء الأوروبي. طيب دكتور أحمد، منظمة الصحة العالمية ما هي آليات العمل التي تتأكد منها من أن هذا اللقاح سليم وآمن للتداول؟ طبعا المنظمة تطلع على التقارير منذ اليوم الأول التي بدأت فيها الشركات المصنعة لهذا اللقاح التجارب قبل السريرية والسريرية ومن ثم بعد ذلك استخدام هذا اللقاح. المنظمة لديها نظام يعني يمكنها من الاطلاع على أعداد المطعمين والملقحين بهذا اللقاح، عدد الحالات التي تسجل فيها مضاعفات جانبية، نوعية هذه المضاعفات، أعمار الأشخاص كذلك. وهذا النظام موجود في كل دول العالم، والجهات المختصة في المنظمة تقوم بمراجعتها بشكل مستمر ومداولتها من خلال الاجتماعات التي يعقدونها الخبراء في هذا المجال والخروج بتوصيات معينة. فالآليات ولله الحمد موجودة يعني منذ بدء صنع اللقاح وحتى إعطاء التصريح لاستخدامه وبعد إعطاء التصريح للاستخدام ومتابعة يعني استخدامه والمضاعفات الجانبية التي تظهر خلال هذا الاستخدام. يعني اللجنة ما زالت مستمرة في تشاورها وتواصلها مع مختلف الجهات المختصة في كل دول العالم. نعم دكتور أحمد، يعني كل فترة نسمع عن تطور السلالة للفيروس، آخرها مثلا ما سمعناه في البرازيل B1، هذه السلالات الجديدة التي تظهر من دولة إلى أخرى. في نفس الوقت الشركات المنتجة للقاحات تقول أن هذه اللقاحات يمكنها التعامل مع هذه السلالات الجديدة. هل أنتم في المنظمة تأكدتم من هذه المعلومة؟ نعم جزاك الله خير على السؤال. طبعا هو التحور صفة ملازمة للفيروسات بصفة عامة، ومنها عائلة فيروسات كورونا، وليس من الممكن منع الفيروسات من هذا التحور إلا في أضيق نطاق يعني. ولكن الأهم من هذا هو طبعا وجود نظام يساعدنا على الترصد الدقيق لهذه التحورات ومعرفة آثارها على قوة الفيروس
وسرعة انتشاره وفعالية لقاحات المضادة له، واحتواء هذه الآثار طبعا بأفضل الطرق الممكنة من خلال هذا يعني النهج المتبع، وبالتواصل مع الشركات المصنعة لهذه اللقاحات بناء على البيانات القائمة على الدليل والبرهان. يعني تتواصل المنظمة مع السلطات الصحية للاطلاع على كافة المعلومات، وبالتالي الوقوف على حقيقة هذا التحور وتأثير هذا التحور من حيث فعالية هذه اللقاحات. طبعا من السابق لأوان تأكيد أو نفي هذا التحور وتأثيره على فعالية اللقاحات، ولو أننا يعني نتابع عن كثبة التحورات السابقة التي تفضلت بها، وقد نوهنا الدول الأعضاء سابقا يعني بتشجيعها على إجراء تحليلات جينية حتى نتمكن من معرفة هذه التحورات وتفاصيلها، وإبلاغ الشركات المصنعة للقاحات والأخذ في عين الاعتبار عند إنتاج اللقاح أنها تكون ذات فعالية. حسب البيانات الواردة لدينا أو المتوفرة لدينا الآن، لا يوجد أي يعني خلل في فعالية اللقاح ضد أي من هذه التحورات التي صارت خلال الأسابيع الماضية. طيب، هذه أخبار طيبة دكتور أحمد ومطمئنة في نفس الوقت، لكن دكتور أحمد دعنا نتحدث عن توزيع اللقاحات. يعني كما نرى في هذه الخريطة الآن، وهي خريطة أنتجتها الجزيرة مباشر باللغة العربية، تقول أن عدد الملقحون الذين قاموا بأخذ اللقاح يعني تتجاوز 390 مليون. لو نظرنا لهذا الرقم الكبير، قد ترى هذا الرقم فعلا كبير وهو كبير بالفعل، سنجد أن الدول التي أخذت هذه اللقاح بشكل كبير، أمريكا مثلا 110 مليون، في المقابل دول فقيرة، هناك أكثر من 100 دولة لم تأخذ لقاح واحد حتى الآن. سؤالي لك دكتور أحمد فيما يخص عدالة التوزيع لهذا اللقاح، مع العلم أن لن يعيش العالم بأمان إلا إذا تم أخذ اللقاح على مستوى العالم وليس دول وحدها. فعلا يعني كما تفضلت في ملاحظتك الأخيرة، لن يعيش أي شخص في أمان ما لم يكن الجميع بأمان من هذا المرض، وبالتالي استخدام اللقاح على جميع المواطنين في مختلف دول العالم بمختلف مواردها وإمكانياتها هو مطلب أساسي، والذي نادت به المنظمة منذ اليوم الأول مع بداية إنتاج هذه اللقاحات وخلال اجتماعات المنظمة. فلذلك كما تفضلت يعني المدير العام دكتور تدرس، المدير العام المنظمة، صرح في أكثر من لقاء يعني وطالب الدول بالعمل على يعني التوزيع العادل لهذه اللقاحات. ولكن ولله الحمد يعني رأينا خلال الأسابيع الماضية مع بداية إيصال الشحنات الأولية من مرفق كوفاكس إلى هذه الدول، لا، رأينا تحرك سريع ولله الحمد. يعني في إقليم شرق المتوسط خلال أسبوعين ولله الحمد تمكننا من إيصال هذه اللقاحات لعدد من دول الإقليم من خلال هذا المرفق. وبالتالي نسعى إلى نهاية هذا العام يكون 20% من سكان العالم مطعمين ضد هذا المرض، ونسعى إلى نسبة أكبر من هذا بإذن الله، وسنتمكن من هذا. طيب يا دكتور، بالحساب الرقمي يعني متى يمكن أن نقول أن أصبح العالم آمن من فيروس كورونا، سواء على مستوى التطعيم وأخذ اللقاحات، أو على مستوى الأمان العام المتعلق بالحالة الصحية؟ طبعا هو العبارة أمان تحمل عدة متطلبات يعني، نعم، من هذا المرض. المتطلب الأول هو توزيع رقعة ومظلة إعطاء اللقاحات لكل دول العالم كما تفضلت في سؤالك السابق، ونسعى من خلال هذه المنصة، منصة كوفاكس، وكذلك بالتعاون يعني الاتفاقيات الثنائية بين الدول لتغطية 20% من سكان العالم على نهاية السنة هذه، ونسعى إلى أكثر من هذه النسبة. في الجانب الآخر طبعا هناك نسبة يعني من الأشخاص الذين تعرضوا لهذا المرض وبالتالي صار عندهم مناعة داخلية ذاتية، ولو أن هذه النسبة تمثل فقط 10% من سكان العالم، وهي تتفاوت من دولة لأخرى، تصل 50% إلى 60% في بعض المناطق المزحومة في بعض الدول. وكذلك النقطة الثالثة وهي يعني الالتزام، علينا الالتزام جميعا بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي توصي بها الأنظمة الصحية، والتي هي يعني نادينا بها منذ اليوم الأول لهذه الجائحة، وتقوية النظم الصحية ومبادئ الصحة العامة في كل دولة من دول العالم. مع هذه الخطوات، اللقاح والالتزام بالمبادئ والإجراءات الوقائية، توسيع مظلة أو تقوية النظم الصحية، سوف نتمكن بإذن الله أن نصل إلى منطقة الأمان، ولكن لن نتمكن حاليا من القول
متى سنصل إلى هذه؟ على الأسابيع القادمة سنتمكن بإذن الله من تحديد النسبة المطلوبة، يعني مع نشر مظلة اللقاح وتوصيل اللقاحات إلى كل دول العالم كما تفضلت، بالأخص الدول التي تعاني من ضعف في أنظمتها الصحية وهشاشة في أنظمتها الصحية، وبالتالي يعني ضمان مواطنيها وحمايتهم من هذا المرض. طيب دكتور، يعني أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية لديها الآن 600 مليون جرعة وتقوم بالتخزين، وأيضا دول أخرى تقوم بالتخزين في مقابل دول لا تجد جرعات كافية لطواقمها الطبية، كيف تتعاملون مع هذه القضية؟ والله هو طبعا مثل ما ذكرت هذا يعني مطلب أساسي لنا جميعا، من جانب إنساني من جانب أخلاقي، أن نضمن جميع سكان الأرض يعني يكون لديهم الأحقية في الحصول على هذا اللقاح. تعامل بعض الدول بشكل أحادي من حيث تخزين وشراء كميات كبيرة من هذا اللقاح، هذا غير يعني مقبول أبدا. وكذلك يعني كما ذكرت المدير العام صرح بأكثر من مرة من خلال اجتماعاته مع مختلف القادة والرؤساء والقيادات الصحية في كل دول العالم على أهمية هذا الجانب. لما اجتمعت دول العالم في الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية شهر 5، الكل أجمع على توفير اللقاح بشكل آمن وسريع وعادل كذلك. فعلى الدول الآن من جانب أخلاقي إنساني أن تلتزم بهذا الوعد، غير ذلك لن يتمكنوا، ولو أنهم يصلوا إلى 100% من التطعيم لن يتمكنوا من حماية دولهم ومواطنيهم. فكما تفضلت هذا مطلب أساسي وعلينا أن ننادي به جميعا، عدالة توزيع اللقاحات في كل دول العالم وبالأخص الدول التي تعاني من شح في الموارد المالية. نعم دكتور، في يعني هناك أكثر من لقاح موجود الآن، وهذه اللقاحات تتنوع بين لقاح منتج في الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا وأيضا في الصين وأيضا في روسيا. هناك بعض الدعايات تقوم بها بعض الدول تشكك في بعض اللقاحات، يعني مثلا منتج لقاح سوبنتك في قال صرح أن هناك محاولات من الولايات المتحدة الأمريكية لمنع الدول من شراء اللقاح الروسي بالدعاية ضد هذا اللقاح، ووصف هذا الأمر بأنه عمل غير أخلاقي. هل التجذبات السياسية أصبحت تنعكس على الأمور الصحية فيما يخص اللقاحات وتوزيعها والتعامل معها؟ طبعا يعني نحن كمنظمة صحة عالمية لن نستند على أي من هذه الادعاءات ما لم تكون لدينا يعني أدلة وبراهين تظهر لنا مأمونية هذه اللقاحات. وكما تفضلت يعني قد يكون هناك بعض التجاذبات السياسية بين الدول حول نوعية من نوعيات هذه اللقاحات لأسباب يعني قد تكون خارج عن الإطار الصحي، ولكن أضمن لك أن المنظمة لم ولن بإذن الله يعني تستمع إلى هذه النداءات، ويعني تستخدم منطق العلم والدليل والبرهان في أي قرار تتخذه، وبالتالي التوصية التي تصدرها للدول والأفراد والمجتمعات. دكتور أحمد، في ظل يعني الدعوات للناس أن تأخذ هذا اللقاحات، هناك تخوفات بالفعل موجودة عند كثير من الناس أمام أخذ هذه اللقاحات، منها تخوف فكرة أن يعني زمن إنتاج اللقاح كان قصيرا، وهناك تخوفات من الآثار الجانبية. ما الرسالة تريد أن توجهها في هذا الإطار؟ نعم، جزاك الله خير على هذا السؤال المهم. هو طبعا يعني تخوف وارد لدى الجميع، حيث أنه كما تفضلت يعني سابقا من المعروف أن إنتاج هذه اللقاحات يستغرق تقريبا سنوات تصل إلى 10 سنوات، ولكن ولله الحمد مع الخبرة التراكمية للمنظمات وللدول وللشركات المصنعة والعلماء والمختبرات يعني من خلال تعاملهم مع مختلف الجوائح ومختلف الفاشيات وأقرب يعني مرض الإيبولا، تمكنت هذه الدول والمراكز البحثية ومنظمة الصحة العالمية والخبراء من اختزال الفترة الزمنية لإنتاج اللقاح باستخدام تقنيات علمية حديثة ولله الحمد. فاختزال هذا الوقت أنا أؤكد لك ولجميع المستمعين الكرام لن يكون في رهان على مأمونية هذه اللقاحات، يعني لن تصدر المنظمة أي تصريح لاستخدام اللقاح ما لم يكن هناك ضمانات بمأمونية هذه اللقاحات. ونفس المنهج ينطبق على الهيئات الدولية المختلفة الموجودة في كل دولة لإصدار أو لإجازة استخدام
هذا اللقاح أو أي من المواد الطبية التي تستخدم في البشر. دكتور أحمد، حضرتك قلت أن هناك مستهدف لكم في المنظمة في دول الشرق المتوسط أنه بنهاية هذا العام يكون 20% من سكان هذه المنطقة وهذه الدول قد توفرت له اللقاحات. هل يعني حسابيا هل أمامنا نستطيع أن نقول أن في كل عام سيكون هناك 20%، فبعد 5 سنوات سيكون التطعيم لمنطقة شرق المتوسط قد أتمت إلى كل المواطنين الذين يسكنون فيها؟ نعم، هي طبعا هذه النسبة التي وضعت لهذه السنة بناء على الحسابات التي قمنا بها مع الدول والشركات المصنعة من حيث مقدرتها على إنتاج كميات كافية من اللقاحات، ولكن مع تزايد الخبرة في مجال الإنتاج نتوقع بإذن الله أنه على العام القادم تكون النسبة أكبر من هذه النسبة التي وصلنا إليها. وكما ذكرت يعني نتوقع يعني هدفنا 20%، لكن على نهاية السنة نأمل أن تكون أكثر من 20% بإذن الله. طيب، وهناك يعني نقاشات كثير من الدول لزيارة إنتاج خطوط أو زيارة أو فتح خطوط إنتاج جديدة في الدول التي لديها الخبرة والإمكانيات لإنتاج اللقاح. طيب دكتور، يعني في ظل أن العالم يحتاج إلى مزيد من اللقاحات، دعت جنوب أفريقيا والهند للتنازل عن الملكية الفكرية المتعلقة بإنتاج اللقاحات، وهناك شد وجذب في هذه النقطة. ما موقف منظمة الصحة العالمية من ذلك؟ نعم، هو هذه طبعا إحدى النقاط التي طرحت من خلال النقاشات التي صارت بين منظمة الصحة العالمية وكذلك منظمة التجارة العالمية والدول والشركات المصنعة. هذا نتوقع أنه مطلب يعني وارد وضروري خلال هذه الفترة بسبب عدم مقدرة يعني الشركات المصنعة من إنتاج كميات كافية، وبالتالي علينا خلق أو إنشاء خطوط إنتاج أخرى في دول أخرى على الأقل خلال هذه الفترة الزمنية كي نتمكن من توفير هذا اللقاح وبشكل سريع وعادل. كما لاحظتم يعني زادت عدد الحالات الإصابات خلال الأسابيع الماضية على الرغم من الانخفاض البسيط الذي لاحظناه بعد بدء مظلة أو بدء أنشطة اللقاحات، فبالتالي علينا يعني السرعة اللازمة يعني في إنتاج هذه اللقاحات، غير ذلك سنواجه نفس الصعوبات والدول ستواجه نفس التحدي من حيث زيادة الإصابات والوفيات لا قدر الله، وبالتالي اتخاذ إجراءات قد تضر باقتصاديات الدول وتضر بالمجتمعات. طيب دكتور أحمد، توضيحا للمشاهد الذي يشاهدنا الآن، يعني منظمة الصحة العالمية عند تعاملها مع الدول هل تقدم النصيحة لهم أم أن هناك صيغة إلزامية؟ يعني هذه الشركات التي تنتج اللقاحات الآن ترفض هذا المقترح وترى أن الأمر متعلق بها وبسياساتها وبتجاراتها وبكذلك أيضا بأرباحها، لكن إذا رأت منظمة الصحة العالمية أن لابد من اتخاذ هذه الخطوة، هل هناك إجراء إلزامي لهذه الدول أم أن الأمر يتوقف على المطالبة فقط؟ نعم، سؤال وجيه جدا أخي العزيز. يعني طبعا منظمة الصحة العالمية حسب النظام الأساسي منذ أن أنشئت هذه المنظمة هي منظمة أممية تقدم النصح والمشورة، يعني منظمة أممية تقنية في مجال الصحة تقدم النصح والمشورة لهذه الدول، ولكن هي ليست منظمة إلزامية بتنفيذ القرارات أو الاتفاقيات التي تعقد مقارنة بمنظمات أممية أخرى التي إن أخذت بعض الدول أو أخلت بهذه الاتفاقيات سيتم اتخاذ إجراءات يعني ضد هذه الدول، فالمنظمة ليست من هذا النمط من المنظمات. نعم، هي ليست إلزامية. أشكرك شكرا جزيلا وعلى وجودك معنا دكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، على وجودك معنا شكرا جزيلا لك. جزاكم الله خير. شكرا لك. المسائية مستمرة وبعد الفاصل، الأهلي المصري يفوز بثلاثية نظيفة على فيتا كلوب الكونغولي ويقترب من ربع النهائي الإفريقي، والترجي يهزم الزمالك ذهابا وإيابا لأول مرة في تاريخه.